شبيه فيه، هو يعني من نفس الكولكشن، تابع لنفس الشيب، بس هو هذا مدخلنا فيه من تحت الليزر كات، هو دانتيل وفي طبقة داخله فيها ليزر كات. نعم، أنا عارفة في سيدات أستاذ خالد لما تصمم فستان لازم يعطونها موعد كل فترة تراجع تشوفها، هل هذا مطلوب من الزبون ولا؟ أكيد، يعني نحن بكفينا ثلاث بروفات في أروشي، يعني أول مرة لازم نتفق على الموديل. نعم. بعدين نعملها البروفة الأولى وتشوف سامبل الشك أكيد، وبعدين نعملها يعني البروفة الثانية وبعدين الاستلام يجي. نعم، الطرحة شو أخبارها؟ الطرحة هلا ما تغيرت، هي نفس الدرجة القصيرة، الطرحة القصيرة. نعم، شفتي القصار كذا. نعم، درجة أكثر، هي يعني حسب العرس، يعني مثلا في الأعراس إذا كان العرس كبير أحلى الطرحة تكون طويلة مشان تعطي فخامة أكثر. حلو، والتاج؟ والتاج كمان دارج. مش موضة ولا شو؟ لا دارج كثير. أيوة، عم نعمل كثير. طيب أستاذ خالد، أنت كمصمم يعني لما تلبس العروس عندك لازم تواكب كل فستانها مع الباكيت باقة الورد ولا؟ اكيد، يعني احسن مشان يطلع ماتشنج مع الفستان كله. ممكن نعملها البوكيه، ممكن نعملها الهيد بيس او التاج او مثلا وردة على الراس او معرض العروس قريب؟ معرض العروس راح تشارك فيه؟ ان شاء الله، خلينا بدنا نشوف يعني معرض العروس تبع ابو ظبي جاي ان شاء الله على الاكيد. يعني معرض عروس دبي؟ دبي والله صار يبلش يمكن. بتشارك؟ لا ان شاء الله السنه الجايه ما شارك. نحن بالعادي بنشارك يعني بس لانه عملنا بابو ظبي. نعم، ديزايناتك القادمة راح تلتزم على خطك اللي ماشي عليه ولا يعني راح تغير؟ على حسب الموضة وين تروح، بس أكيد. نعم. يعني كل ما كان شيء خصوصا للأعراس شيء كلاسيك شوي كل ما كان أحلى. نعم، أستاذ خالد، ديزايناتك دائما يعني معروفة، البنت اللي تلبس فستانك معروفة أن أيوة من أروشي، معروف من دار أروشي. نعم، تلتزمون على ديزاينات معينة مثلا ستايل أجنبي ولا لا على حسب الزبون اللي يعني كبار؟ تعتمد على حسب الزبون. هلق في فرق يعني إذا بدنا نعمل نحن كولكشن أو بدنا نعمل لزبونة. إذا كولكشن فينا نعمل نحن شو حابين، إذا في زبونة كمان بدك تتبع شوي لشو هي يعني الستايل تبعها. توفرون خدمة بعد التسليم ولا لا؟ أيوة نوفرها، يعني بيروحوا عندنا بنات بيروحوا مع العروس ممكن يكون فستان قبل ما تلبسوا يساعدوها لما تمشي على الستيج لا تطلع على قلت لكل سيدة يختلف فستان يعني كالبنية الجسدية على حسب الجسم، بس هو عاد أنت لازم تفكري بفستان يناسب كل الأجسام يعطي. طيب هاي من ناحية الأجسام، لكن كل الأعمار يناسب فساتينكم؟ كل الأعمار زبائن عندكم؟ لا كل الأعمار. نعم، يعني كمان بدك تشوفي مثلا في شيء سمبل أكثر للأعمار الأكبر شوي، إذا كانت صغيرة مثلا ممكن تعمل شيء باف. حلو. أو شيء حركة. هذا عجبني الفستان مع أنه وايد شغل فيه. في شغل نتكلم عنه أستاذ خالد. هو هذا فستان دانتيل، أغلبه دانتيل وعليه كله الشغل، عاملين نحن بالكريستال مثل حركه الكورسي على الخصر مع ريبون ناعمه على الجنب. حلو، شو يميز هالفستان عن المتخصصين؟ معنى احس هل هو دارج الحزام بمختلف دارج كثير، خصوصا الحزام الرفيع مثلا مع ريبون هيك بسيطه كثير. هو هذا الفستان كلاسيك شوي، يعني تعتبري اكثر من الفساتين اللي شفناهم قبل. هذا تقريبا اختلف يعني بشكل كبير عن الفساتين الثانيه من ناحيه الشك او من ناحيه اصلا الطرحه بعد. ايوه الطرحه، هاي الطرحه كمان جاي عليها التطريز نفسه تبع اللي جاي على الفستان مع بوردر عشان يعطي فخامه اكثر. نعم، الحين طبعا دخول العرضه الثانيه نتكلم عن ايضا انت مو بس فساتين اعراس مثل ما قلت لي. أكيد. ايضا عندكم جلابيات فساتين سهره. نعم اكيد، يعني مثلا لما تجي العروس لعنا بدت تجي معها امها اختها او هي تحتاج مثلا فستان صباحيه فستان حنه، فاكيد نحن هاي كلها نوفرها يعني. نعم، متى نشوف معك تشكيلات لفساتين السهره؟ ان شاء الله عم نحضر هلا وحده لابريل ان شاء الله بتكون جاهزه. نعم، بتكون في مشاركه معينه ولا؟ اكيد ان شاء الله. هو كمان ممكن اذا زباين حابين يشوفوهم ممكن يشوفون على الويب سايت تبعنا www.arushi.com و www.arushifashion.com. حلو، بالنسبه لفساتين الاعراس في تشكيلات ثانيه جديده راح تطلع ولا لا؟ اكيد، يعني كل مرة نحن موسم كل فترة نعمل تطلع على معرض العروس على. نعم. هيك نعمل تشكيله جديده. طب كديزاين كتصميم فستان مثلا اللي قاعدين نشوفه الحين تصميم فستان منو اللي صممه بالحقيقه؟ يعني هل هو المصمم ام
يعني الزبون اللي لما تقول لك انا والله في بالي كذي فستان كذي؟ لا اكيد نحن بنكون مثلا محضرين ديزاينات قبل ما تجي الزبونه، او مثلا ممكن تجي الزبونه تقول لنا الشكل تبع الفستان، مثلا بدها اياه تايت، بدها اياه كبير، بدها اياه، ونحن اكيد نعمل الفكره يعني الاساسيه نحن لازم نطلع عليها مشان تطلع شيء غريب عن عن السوق يعني. طب لنفرض ان ياك زبونه الحين قالت لك ابغى فستان معين، الخطوات الاولى؟ يعني اول شيء بدنا نقعد معها نشوف كيف الفستان، نرسم لها اكثر من ديزاين ممكن تختار، او ممكن مثلا هي عجبها من الاول، بعدين نفرجيها الفابريكس الماتيريالز يلي تحتاجها، شو كمان مثلا بدها شيفون، بدها اورجانزا، بدها كمان بعدين نرجع نفرجيها الكريستال، شو الوان الكريستال بدنا نحطه، كيف طريقه الشغل. حلو. بعدين عاد بعد هالفتره تيجي بعد مثلا كم اسبوع او اسبوع تشوف السامبل، نعملها سامبل من الشغل، مثلا من سامبل من الصدر، سامبل من الشغل تحت الدانتيلات او هيك، مشان هي تتخيل كيف راح يكون. حلو هالفستان، هذا على ستايل الكورسي اسباني ولا نحسه بعد شويه؟ شويه من الطبقات. أيوة. وهيك بس من فوق حركه الكورسي جايه، يعني تقريبا من فوق فيكتوريا ومن تحت على شويه اسباني على. حلو. استاذ خالد، السيده العربيه جريئه في اختيار هالقصات ولا الالوان، ولا ما زالت بعدها كلاسيكيه وتحب الستايل الكلاسيكي؟ يعني في زباين هيك وفي ناس هيك، بس اغلبهم يعني في جرأة بتحسي، يعني بتشوفيهم بيشوفوا الهوليوود ستارز، الريد كاربت دريسز، بحبوا يعني يعملوا شيء، يعني كل وحده بتحب تطلع مثل نجمه بالحفله. نعم. اكثر من شيء يميز هذا الفستان، القصه ولا هلا قصته؟ اكيد الطبقات، نحن كيف حاطين الفابريك مثل شايفه بالكشاكش من تحت، حاطين مثل فريلز ناعمين منشان هيك بارزين، واكيد القماش البليسيه المكسر، الاورغانزا البليسيه، هي الاورغانزا كمان تعطي خفه للفستان، عم نستخدمها كثير الحين بالفستان. ومن فوق اكيد قصه الكورسيه لتعطي للجسم الشيب، يعني تعطي تظهر الخصر، تبين الشكل تبع الجسم. جميل. دخلون دانتيل في الفساتين بشكل كبير؟ اكيد فساتين الاعراس، يعني بتعرفي تول، الدانتيل، الاورغانزا، التفتة، احيانا السلك، هذول اكثر الاشياء الفابريكس المطلوبه. نعم. بالاخير استاذ خالد يعني شاكرين لك حضورك. تسلم. في برنامجنا صباح الامارات، مشاركتك القادمه ان شاء الله نقول للسيدات كلهم يتريونها ان شاء الله على معرض ابو ظبي ان شاء الله، واذا كمان بيحبوا يشوفونا يعني باروشي، دار اروشي يلي هو بدبي، او بشادي تبع الاجار، محلنا الاجار في مركز الهنا. نعم استاذ خالد، اذا انا يعني جبت لك صوره فستان معين، اوكي، بتصمم لي نفس الشيء حتى لو كان ضد شكلي ولا لا؟ لا اكيد، يعني اخر شيء يعني انت بالاخير تلتزم مع الزبونه ولا لا؟ انت يهمك كفستان بالأخير. اذا كان شيء ابدا مش راح يطلع حلو، اخر شيء بدهم يحكوا مثلا هذا من دار اروشي خالد مثلا صممه او شيء، اكيد لازم اني اهتم بهال. صحيح. فمش لازم احيانا نقبل مع كل الجلابيات. وين مع الجلابيات؟ كمان نعمل مثلا تاب على الفستان، مثلا اغلب شيء الزباين ممكن يحبوا يعملوا يعني شيء للبيت، حفله نعمل سوون في يعني. البيت نعمل جلابيات. نعم. بالاخير ما بيدي الا اقول لك شكرا على حضورك، وشاكرين ايضا الموديلات اللي عرضونا الفساتين الجميله. شكرا لك حضورك استاذ خالد. اذا المشاهدين الكرام اسمحوا لنا نتوقف لفاصل، طشونا ونرد للختام مع زميلتي شمس. أقوى المسابقات الفنية، أجمل أغاني الحفلات، والمزيد من الفقرات المثيرة. خلونا نستقبل أول اتصال ونقول ألو نغم. ونقول ألو نغم يا رشاد من اليمن. ألو رشاد. معاي اتصال ثاني من السعودية. ألو رشاد. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو نغم. ألو نغم غدا على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. في الحلقة القادمة من جدار جبار. أطلقوا الجدار. يا عاشقة الورد. جدار جبار الأربعاء 9:30 مساء على قناة أبوظبي الإمارات. نظراً للأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط،
وشمال أفريقيا والتشويش الجاري على بعض القنوات الفضائية والذي قد يؤثر على جودة البث. يمكنكم مشاهدتنا الآن على الترددات التالية. يعني على صورة الفستان اللي اخذنا اياه مخرجنا زميلتي شمس اليوم حبت الفساتين. انا يعني ما قلت فاطمة للامانة الامام كل فستان احلى من اللي قبله، يعني الفستان الاول عجبني والثاني والثالث والرابع كلهم عجبوني صراحة. للاسف شمس افكر اتزوج مرة ثانية. لا فساتين جميلة فعلا، يعني ان شاء الله يكونوا مشاهدينا ايضا عجبتهم الفساتين خصوصا وخذوا منها افكار خصوصا المقبلات على الزواج. يعني نتمنى لهم حياة سعيدة، بس ما ينسون يعزمونا طبعا اكيد. اذا مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت اليوم، وكالعادة دائما اوقاتنا معاكم خلال الساعة هاي اللي نقضيها معاكم تمر بسرعة. ان شاء الله نكون وفقنا في حلقة اليوم. تحيات ايضا مخرجنا المبدع دائما سعيد خميس، وفي الاعداد اليوم معنا عاصم. نعم عصام إبراهيم، نعم أستاذ عصام نحييك طبعا فقرة جميلة. نعم مشاهدينا كالعادة قبل الختام وقبل ما نغادركم عودناكم دائما